باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وكل أوان ولا ظهر الدهور أمين. النهاردة أيها الأحباء آخر سبت في الخمسين المقدسة، وبكرة يوم الحد آخر الخمسين المقدسة، وبكده الفترة اللي بنعيشها بعد قيامة المسيح لمدة 50 يوم سوف تنتهي غدا. وزي ما المسيح سلم الكنيسة للروح القدس كما ورد في سفر الأعمال، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، فنبتدي من بكرة إن شاء الله نبدأ في عصر جديد هو عصر عمل الروح القدس في الكنيسة. سيد المسيح له المجد أعطى للروح القدس كل الحق أن يأخذ كل ما هو له ويقدمه لنا، ولذلك نحن نأخذ كل عطايا المسيح عن طريق الروح القدس. وعندما يصلي الكاهن في الصلوات السرية لأجل التقديس يقول: نعم نسألك أيها الرب الإله بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين المقدسة، وينقلها ويطهرها ويجعلها قدسا لقديسيك. ابتداء من بكرة هندخل في لحن جديد لا سمعناه قبل كده ولا نسمعه في غير هذه الأيام. اللحن بيربط ما بين صعود المسيح ومجيء الروح القدس أو حلول الروح القدس، فيقول: صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا الباراقليط. وهذا أيضا إتماما لما قاله رب المجد: إن صعدت أرسله إليكم، إن صعدت أرسله إليكم. عشان كده النهاردة مش معقول إن احنا نركز عن الروح القدس وننسى قصة صعود المسيح. سيد المسيح له المجد نبه على هذا الصعود، وذلك عندما قال لمريم المجدلية: لم أصعد بعد إلى أبي. وعندما أرسل هذه المجدلية إلى تلاميذه وقالت لهم: قولي لتلاميذي إني صاعد إلى أبي الذي هو أبوكم وإلهي الذي هو إلهكم. هذه الآية الكريمة عندما تقرأها عيون غير المؤمنين يظنون فيها أنهم قد وجدوا ضالتهم المنشودة، فالمسيح يقول: إلهي الذي هو إلهكم. ونحن نسألهم: لماذا لم يقل المسيح إلهنا؟ ولماذا لم يقل أبينا؟ لماذا قال أبي الذي هو أبوكم وإلهي الذي هو إلهكم؟ إذن هو أبوه بمعنى وأبونا بمعنى آخر، كما أنه إلهنا بمعنى وإله له بمعنى آخر، وإلا لما كان هناك فصل. لكننا نريد أن نقول أنه بتجسد السيد المسيح له المجد صار أبوه أبا لنا، واتخذ إلهنا إلها له. لذلك حق علينا عندما نصلي أن نقول: يا أبانا الذي في السماوات. وحق عليه أيضا عندما يصلي أن يقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فأصبح أبوه لأنه الابن الوحيد لنا أبا،
وأصبح إلهنا لأننا العبيد له أيضا إلها. ولذا عندما كان رب المجد في غمرة الآلام استخدم هذين التعبيرين، كان يناديه قائلا: يا أبتاه، إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم يفعلون ما لا يعلمون، يا أبتاه في يديك أستودع روحي. وكان يناجيه أيضا بما نحن نناجي عندما قال له: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ولم يحدث أن الآب قد ترك الابن، أو أن اللاهوت قد فارق الناسوت، ولكن رب المجد أراد أن يرشد صالبيه إلى المزمور 22 الذي يبتدئ بهذه الجملة. حتى عندما يقرؤون هذا المزمور وهم يحفظونه بجملته يتذكرون ما قيل فيه: أن ثقبوا يدي ورجلي، أحصوا كل عظامي، إنسان سلامتي الذي وثق فيه، آكل خبزي، رفع علي عقبوا، اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي ألقوا قرعة. أترك القلم هنا للقديس العظيم ماري أثناسيوس الرسولي الذي تساءل: هل مات داود مثقوب اليدين والرجلين؟ ألم يقل الكتاب المقدس عن داود أنه مد رجليه على السرير وأسلم الروح؟ فداود لم يمت مثقوبا في يديه، في معصميه، ولا في قدميه. أمال دي بتنسب لمين؟ دي ما حصلتش غير مع السيد المسيح له المجد، وجت في نبوة زكريا، وجت في الكتاب المقدس في الأناجيل الأربعة. ولكن داود بيقول ثقب يدي مش ثقب يديه، لأن الكتاب المقدس يعتبر المسيح ليس فقط أنه ابن داود، ولكنه رب داود، وأيضا هو داود، كما جاء في سفر هوشع أصحاح 3: داود يكون رئيس عليهم في آخر الأيام. إذن هنا الكتاب المقدس ورانا عن صعود المسيح قبل صعود المسيح. وطبعا المسيح كان يدرك تمام الإدراك ماذا سيتم له بعد القيامة، عشان كده قال لتلاميذه: بعد قيامتي أسبقكم إلى الجليل. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدرك متى سيموت، أما المسيح فكان يعرف متى سيموت وكيف سيموت وأين سيموت، بل متى سيقوم أيضا. لذلك في الأصحاح 12 من إنجيل معلمنا متى البشير يقول: كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. ومرة تانية يقول: وفي اليوم الثالث يقوم. كل هذه الأحداث وكل هذه الأحاديث قد تفوه بها رب المجد قبل أن يموت، بشر عن صعوده. وهل نسينا ذلك الحديث الشيق
الذي دار بين رب المجد ونيقوديموس، وفيه قال رب المجد: لم يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. حقيقة ذات أبعاد ثلاثة: صعد، نزل، كائن. صعد إلى السماء، نزل من السماء، كائن في السماء، رغم أنه موجود على الأرض. قصة صعود المسيح كحدث وليست كحديث ذكرها الإنجيليان مرقس ولوقا، وذكرها بالتفصيل سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول في العشرة آيات الأولى، وتكلم عنها الرسول بولس في رسالته لأهل أفسس عندما قال: الصعد إلى السماوات سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. في الترجمة القبطية تقول أعطى الناس كرامات. يبقى الصعد إلى السماوات سبى سبيا. ويقول الرسول بولس تكميلا لهذا الكلام: أما أنه صعد، إلا أنه نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي صعد هو الذي نزل، هو الذي يملأ الكل. ويقول أيضا في رسالته الأولى إلى تلميذه تيموثاوس أصحاح 3 عدد 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، صعد في المجد، بشر به في العالم، أومن به في الأمم. يبقى هنا الرسول بولس ما ذكرش القصة بالتفصيل، ولكن أشار إليها في الرسالتين إلى تلميذه تيموثاوس وإلى أهل أفسس. ولا غرابة في هذا، فالقديس تيموثاوس كان هو أسقفا على مدينة أفسس، فمدينة أفسس هي برشية القديس تيموثاوس. والقديس بطرس الرسول تكلم عن صعود رب المجد فقال: المسيح صعد إلى السماوات وملائكة ورؤساء مخضعين له. يبقى عشان كده في صعود رب المجد الملائكة قدرت تكتشف ماذا كان يخفي الجسد وماذا كان يخبئ التجسد. لذا فلا غرابة إن كنا نرى المسيح قبل الصليب بأعماله الكثيرة الجليلة العظيمة يثبت لاهوته، أما بعد القيامة فأراد أن يثبت لنا ناسوته، حتى لا نقول أن تجسده كان تجسدا خياليا كما كان يزعم كيرنثوس اليهودي، أو كما يقول بعض الخياليين أنه اجتاز في الجسد كما تجتاز المياه في القناة. موضوع صعود المسيح موضوع كبير نحتاج لوقت كبير، لكن نحط ثلاث حقائق كي لا نشت وراء العقل في هذه القصة الجليلة. أول حقيقة: إن اللاهوت لم يصعد.
اللاهوت لا يصعد، لأن لو كان اللاهوت يصعد يبقى المكان أكبر من اللاهوت لكي يتحرك فيه. عشان كده إحنا بنصلي في القديس الإغريغوري ونقول: وعند صعودك إلى السماوات جسديا وأنت ملئ الكل بلاهوتك. وعند صعودك إلى السماوات جسديا وأنت ملئ الكل بلاهوتك. امال اللي حصل ايه؟ أثنسيوس الرسول يقول: عند نزوله الينا صاغ لنفسه جسدا ثم اخذه معه في صعوده الى الاب. يبقى عشان كده المسيح نزل ياخد الجسد مننا وبعدين يطلع بهذا الجسد. عشان كده بيقول أصعدنا معه. والقديس غريغوريوس الكبير يقول: أصعدت باكورتي إلى السماء. وبرضو الكتاب المقدس يقول: أقامنا معه. وبرضو الكتاب المقدس يقول: أجلسنا معه في السماويات. وبرضو لو إحنا دخلنا في العمق الزمني يقول لنا: مع المسيح صلبت، الذي فيه في صليب المسيح صلب العالم لي وأنا للعالم. حقيقة تانية إن نزوله لم يمنع حلوله، وصعوده لم يمنع وجوده. نزول المسيح على الأرض لم يفصل بين الابن والآب، صعود المسيح من الأرض لم يفصل بين المسيح والرسل، بين المسيح والكنيسة، بين المسيح والناس. عشان كده في إنجيل يوحنا أصحاح 3 رب المجد بيقول: لم يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. ومن مين اللي بيكلمنا دلوقتي؟ ومن مين اللي واقف قدام نيقوديموس؟ ابن الإنسان الذي هو على الأرض. لأجل هذا في المرة تلو المرة يقول رب المجد يسوع لله الآب: أنا فيك وأنت فيا. وانت دلوقتي موجود فين يا رب؟ انت على سطح الارض تتمشى، لكن موجود في حضن الاب. ومرة تانية يقول: انا في الاب والاب فيا. الاب الحال فيا، انا والاب واحد. كل الكلام ده بيدل إن التجسد ما فصلش المسيح عن أبيه أبدا. ظهر رب المجد للقديس بطرس خاتم الشهداء ورآه بثوب ممزق، فقال له: من مزق ثوبك يا مخلصي؟ قال له: أريوس، لأنه فصلني عن أبي. لكن المسيح في نزوله لم يمنع حلوله في حضن الآب، وصعوده لم يمنع وجوده بين الناس. عشان كده رب المجد قال في متى 28:18: ها أنا معكم كل الأيام. لقد تخطى بهذه الكلمة حدود الزمان، وفي متى 18 تخطى حدود المكان، وذلك عندما قال: حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة انا اكون في وسطهم. حيثما،
يعني أينما، يعني في أي مكان في العالم. عشان كده نبص نلاقيه في السكة بتاع دمشق بيسهر لشاول الطرسوسي، نبص نلاقي رب المجد في كورنثوس بيسهر لبولس الرسول ويقول له ثق يا بولس أنه كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد بما لي في روما أيضا. نبص في مجمع الليبرتيون بيسهر للقديس استفانوس ويصرخ هذا الشهيد قائلا إني أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين العظمة فحنقوا عليه وجعلوا يرجمونه. يبقى حيثما اجتمع كسر حواجز المكان، ها أنا معكم كل الأيام كسر حاجز الزمان. يبقى ما كنت تخليك موجود، ما أنا برضو موجود في وسطكم، أنا موجود في وسطكم. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيسمي الكنيسة في أعمال 20-28 كنيسة الله التي اقتناها بدمه، وبيقول للقديس تيتوس في كريت كنيسة الله عمود الحق وقاعدته. فيبدأ الحقيقة الأولى اللاهوت لم يصعد، ولكن عندما صعدت إلى السماوات جسديا، الحقيقة التانية في نزوله لم يمنع حلوله وصعوده لم يمنع وجوده. الحقيقة التالتة في تجسده لم تره عين عندما اخترق السماوات واجتاز عالم السحب ومر على كل الأفلاك الطبيعية، ثم دخل رويدا رويدا إلى بطن العذراء حتى العذراء مريم. ممكن تكون حست إن في جديد دخل جواها لكن ما شافتش، استسلمت دون أن ترى ولكن ليس دون أن تعي أو تعني، فقالت وذا أنا أمة الرب حتى العذراء مريم. ما حدش شافه وهو داخل وهو نازل، ولكن عيونا كثيرة رأته وهو صاعد إلى أعلى السماوات، والكتاب المقدس يقول سجدوا له، ويقول أيضا ثم سبحوا ورجعوا. يبقى الصعود أعطي للبعض مش للكل. طب المجيء التاني هيكون أكتر من كده شوية، ستراه كل عين، والذين طعنوه وتنوح عليه جميع القبائل كنائح على ابن وحيد. يبقى سمح مش لكل العيون ترى جسد القيامة. المسيح بعد قيامته ظهر 11 مرة، كان ممكن المسيح يعمل معجزة رقم 3. هو مرة وكل 5000 بخمس خبزات، 4000 بأربع خبزات أو بسبع خبزات وقليل من صغار السمك. كان ممكن يعمل معجزة ويبقى 7000 10000 1000. جسد القيامة مش يستاهل يشوفه كل واحد، ولا تستطيع رؤية جسد القيامة عين مادية. فعشان كده هو هيئ العيون اللي راح يديها فرصة إن هي تشوفه قبل ما يظهر لها. عمل حاجة في هذه العيون كي تتهيأ هذه العيون لرؤية السيد المسيح له المجد. في ناس صعدوا قبل المسيح،
بس ما صعدوش إلى قدس الأقداس. يمكن يكون صعدوا إلى الدار الخارجية في عالم السماوات. اتنين في العهد القديم، أخنوخ وإيليا. قيل عن أخنوخ لم يوجد لأن الرب نقله، حتى متشالح ابنه اللي هو أطول من عمر على الأرض سنا عاش أكتر الناس، لكن ما طلعش للسماء زي أبوه أخنوخ. وقيل عن إيليا أنه صعد في مركبة النارية، لذا يحلو للبعض أن يسموه بالنبي الناري. في اتنين في العهد الجديد راحوا السماء بعثة ورجعوا تاني. الاتنين بتوع العهد القديم أخنوخ وإيليا ما يرجعوش تاني، هيرجعوا في سفر الرؤيا صح 11-13. لكن الاتنين بتوع العهد الجديد بولس ويوحنا، بولس اختطف إلى السماء التانية، وبولس الرسول رأى ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، وعاد لكي يكتب لنا هذا الأمر في الأصحاح 12 من الرسالة التانية لأهل كورنثوس. القديس يوحنا ذهب أيضا إلى السماء في رحلة لكي يكتب ما هو كائن وما هو عتيد أن يكون وما لابد أن يكون، وكتب عن العالم الآخر والعالم الآخر، The other life and the end life. حديثنا عن كلمة صعد إلى أعلى السماوات لم ينتهي بعد، نضطر إن احنا نكمله بكرة إن شاء الله علشان يبقى حديث متكامل. فليعطي رب المجد لنا نعمة وبركة وقوة. كل عام وأنتم بخير. ولنردد أرشودة البنتيكوستي، صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا الباراقليط. فلنكمل كلمة صعد إلى أعلى السماوات في حديثنا باكر. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.